ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اهلا بكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا خير، وحشوني جدا جدا جدا، وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب الدودي سبورت. حلقة اليوم النهاردة بتكلم على ثلاث صفقات مهمين جدا نجوم نادي الزمالك، وصفقة الاهلي الهضبة الوسطى ونص فرقة النادي الاهلي الى الدوري الخليجي، وصفقة محترمة جدا من مواليد بقى كام، من 2008، يعني عنده 14 سنة ولا 15 سنة اللاعب السنغالي، وهنتكلم بكل ده في متعة الإثارة. قبل ما نكمل الفيديو عندنا مشاور للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إلى 3000 لايك، بنجح فيكم دعواتكم، وبإذن الله أكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جايين نتكلم على كنز كبير جدا 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 لاحد الانديه الاوروبيه، وهو فعلا من افضل مهاجمين العالم. كلام النهارده عن اللاعب امارة ديوف، لاعب المنتخب السنغالي وهداف البطوله 2023، هداف بطوله السنغال 2023، بعد ما ظهر امارة ديوف وهو خليفه الحاج ديوف وخليفه ساديو ماني وخليفه المحيط الاطلنطي كلها. وانا بقول لك زي ما قلت لكم، الراجل مواليد 2008، يعني الراجل عنده كام؟ عنده 14 سنه في الوقت الحالي. ديوف لعب اربع مباريات، وهو طبعا من النسخه اللي كلها ساديو ماني، اللي طبعا ديوف لعيب كبير جدا جدا جدا، هداف ومهاري وحريف، وقدر يعمل بطولة محترمة جدا جدا، لعب أربع مباريات، سجل خمسة وصنع هدف، وفعلا شباك كنز كبير، وشارك في كذا هدف بشكل غير مباشر. عامل شغل كويس جدا، وهو فعلا يصل للنهائي مع منتخب السنغال، وهو من أكبر اللعيبة، مش القدماء، لا، ده من أكبر اللعيبة اللي فعلا قدر يظهر بمستوى طيب جدا جدا جدا، وهو أمارة ديوف، لعيب كبير وإمكاناته عالية جدا جدا جدا، اللي مترشح للنادي الأهلي بقوة من منتخب السنغال 2008، يعني المشوار قدامه لسه طويل، أمارة ديوف. صفقتين بقى من العيال التقيل، نجوم نادي الزمالك المتألقين المبدعين اللي قدروا يظهروا بمستوى طيب جدا جدا جدا، وهو اللاعب يوسف أسامة نبيه، اللي فعلا رسميا رسمي فهم نظمي وقع لبيراميدز اربع سنين بمقابل 25% من قيمه العقد. يعني الراجل ايه، وقع اربع سنين ومش قادر اقول لك قيمه العقد بتاعه، هو خد 25% الاول علشان اربط الكلام بيني وبين اللاعب، علشان املك اللاعب زي ما هو عايز. وطبعا النجم الثاني وهو سيف فاروق جعفر، يعني كده خلاص النادي بيبدا واحده واحده بيقع علشان يعجب الاراء ويعجب الامنيات ويعجب المحيط الاطلنطي. النجوم العاليه جدا والمتالقين يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر الى بيراميدز من بدايه الموسم الجديد. صفقه النادي الاهلي اللي محطوط عليها مبلغ محترم ومبلغ مهول، وهو المتالق المبدع محمد الشناوي، السد العالي للنادي الاهلي، يقترب الى الدوري الخليجي. فين يا عم دودي والنبي قول لنا، علشان الشناوي نص الفرقه والنادي الاهلي مش قادر يستغنى عنه، لكن لو قدر يروح حته محترمه ويامن مستقبله كفلوس وكامكانيات وكحته احترافيه زي حجازي وزي طارق حامد وزي تريزيجيه وزي صلاح وزي الناس الجميله دي، يبقى هو ليه رزق اللي هو يروح ويقترب من الدوري الخليجي الى اهلي جده السعودي، طبعا بمبلغ محترم جدا جدا، مبلغ رهيب. يعني لما يروح ويوقع له سنتين ثلاثه خلاص انتهى الموضوع، محمد الشناوي مش هيكون عايز حاجه ثانيه من اي حاجه في الساحله المستديره. وانا شايف ان محمد الشناوي جه الوقت اللي هو عايز يبص لنفسه شويه في الحته الاحترافيه، وانا شايف اللي من بدايه الموسم الجديد محمد الشناوي هيكون خارج حسابات النادي الاهلي الى الدوري الخليجي، وهو الى اهلي جده السعودي. وكل التوفيق لمحمد الشناوي، علشان هو شخصيه محترمه جدا، شخصيه طيبه جدا، وان شاء الله باذن الله كده اكون وصلت لحلقتي باذن الله. باذن الله يا رب كل حاجه عجبتكم، وان شاء الله باذن الله. قبل ما افهم معاكم، ما ننساش نعمل الاشتراك بتاعنا ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك، 4000 لايك، انت وذوقك، ان شاء الله باذن الله بنجح بيكم دعواتكم ليا، واكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني بكل جديد في جديد من ملعب الدودي سبورت. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا العلامه على اليوتيوب والاشتراك في القناه، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.